كلام اخويا دكتور سيد عيسى بس جميل الاول وكلام انا اسف بس للمقاطعه، عايز اهنيك بس على الساعه، لاني اعتقد ان الساعه دي اصلا كفيله انها تصرف على فرقتين الموسم ده. الساعة دي ما تجيبش انتقالات من مدينتي لعندك ماشي استهدى بالله. ماشي ماشي ماشي. ام القر ده اللي هيودينا في 60 دقايق. يا حاج الساعه اختيار رائع، اختيار رائع. ماشي يا عم ماشي. احنا بص مش عارفين نقعد من الساعه دي. يا ستار يا رب. يعني تاتش وده. انا يا باشا يا باشا انا ما بحسدش، بس قبل ما تسترسل معانا اقول الو نستقبل عم صلاح عبد الله. طبعا عشان عم صلاح عبد الله غالي علينا ووحشنا، والغالي علينا غالي، ومليون مبروك تكريم حضرتك من مهرجان المسرح، لانه تكريم لجيل كامل ولكل محبيك يا عم صلاح. وبانك زملكاوي جدع كان لازم في برنامجنا الرياضي نقول لك تكريمك تكريم لكل فنان اعطى، وكل انسان طيب، وكل واحد جميل زي عم صلاح عبد الله. حبيبي 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 عبد الله، زي الحلاوه دي يا اخي. الف مبروك يا فنان. الله يبارك فيكم، وتحيه من اعماقي لضيوفك الكرام. وهي الصوره هي كده عرفتوني ها؟ طبعا. يا عم صلاح الدكتور سيد عيسى طبعا مستشار معالي وزير النقل والمهندس الخضر ابراهيم رئيس نادي تكرنس. يعني بالفعل بص عندما يتحدث اي حد معاك انت في قلب الجميع يا عم صلاح. الحمد لله الحمد لله. يعني انا عايز اقول لهم، وانا سمعت جزء من الحوار كده عن دوري المحترفين، فاقول لهم يعني ربنا يهدينا ان شاء الله لما فيه الخير للرياضه المصريه والكرة القدم المصرية، دي اللعبة الشعبية في مصر وفي العالم كله. فيعني أتمنى بإذن الله إن الرياضة في المستقبل تزدهر أكتر، ونصل بقى الكأس العالم بقى، نفسينا بقى في كرة القدم وكرة اليد على فكرة. طب بص أنا عايز وجميع الألعاب الجماعية والفردية بإذن الله. أنا عايز أسألك بس سؤالين في الكورة بس، والباشمهندس خضر ربيع عايز ياخد منك دقيقتين بس. بس أنا عايز الأول شعورك بهذا التكريم. يعني بص أنت أولا أبكيتني، يعني أنت بتختار برضه مفردات صعبة، يعني ربنا يكبر بخاطركم مستحيل. بص أنت أسعدت الملايين، يعني يعني اختيارك للكلمات يدل على أنك أنت إنسان وأنت راقي وانت جميل، وفي موقف التكريم متواضع لابعد الحدود. شعورك بلحظه التكريم دي يا عم صلاح؟ والله يعني هي لحظه مبهجه ومسعده. وبعدين الفنان اصل هو المسرح ايه يا عبد الناصر؟ المسرح ممثل ومتكلم. صح. يعني هذا التفاعل اللي بيحصل بين خشب المسرح والحضور في صاله العرض، هو هي دي بقى الجايزه بتاعت الممثل. صح. اللي بيشعر فيها بقى ايه؟ بالحب الحقيقي، الحب الصادق. لان هنا الممثل طالع مش هيمثل، ده طالع يعني في جهه رسميه. لان انا دايما ايه يعني في تكريمات كتير قوي يا عبد الناصر انا بعتذر عنها بصراحه، لا وبالذات اللي هم ايه اللي هيروح ياخد جايزه ولا اللي هيروح يتكرم وكده. انما ما بتبقى مثلا المهرجان القومي للمسرح المصري بهذه القياده المشرفه، هذا النجم محمد رياض طبعا واللجنه اللي معاه وتحت اشراف وزاره الثقافه والوزيره نبيل الكيلاني وزيره الثقافه وفي دار الاوبرا المصريه، حاجه جميله. يعني انا حاولت اعتذر على فكره، انا بنكسف قوي من التكريمات والحاجات دي، انما الحقيقه ما سابونيش. لما رحت بقى انبسطت جدا بمثل نفسي وزمايلي. والله احنا كنا 10 مكرمين وانا قلت في كلمتي انا اقلهم انا اقلهم. وده على فكره اللي يعرف صلاح عبد الله عمره ما كان تواضع، دي تركيبه الشخصيه دي حقيقه، ده البني ادم يعني. والبني ادم والفنان على فكره شيء واحد، ما البني ادم هو اللي بيفن، والفن ده هو الفن ده بيطور من البني ادم واخلاقياته
وطريقه تعامله مع الاخرين وتصالحه مع نفسه ومع الواقع كمان. احسنت يا عم صلاح. ودايما في تقدم. لا والله دايما في تقدم وبتمتعنا، وربنا يخلي لك البنات وازواجهم والاحفاد وتستمتع بحياتك. وليا عندك زياره في... ليا عندك زياره في البيت قريبه جدا. طيب المهندس الخضر ابراهيم بس عايز يكلم حضرتك. الف مبروك يا فنان. ربنا يخلي حضرتك. الف مبروك يا فنان. وانا بس عايز اقول لك ان انا يعني بحضر عروضك المسرحيه من سنه 88 على مسرح السلام بالقصر العيني. ده شرف ليا والله. يعني كنا متابعين اغلب العروض اللي حضرتك بتعملها طبعا مع مسرح الدوله، وكنا شباب ولازم طبعا نروح نحضر طبعاً هذه المسارح. التاريخ حافل طبعا. وانا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني بما ان احنا يعني بنتكلم على دوري المحترفين ده كروي وفاهم قوي. طبعا حضرتك قلت كلمه يعني 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 عنوان لهذه الحلقه، قلت المسرح عباره عن ممثل ومشاهد او جمهور في المسرح. مظبوط يا فندم؟ تمام. عم صلاح معانا؟ انا بس يعني انا مش سامع قوي السؤال. بيقول لك انت قلت كلمه مهمه، ان المسرح عباره عن فنان بيستقبله الجمهور وينتظر منه. ده اختصار ممثل ومتفرج، اختصار للحاله الفنيه يعني. تمام. هل يجوز ان احنا نلعب مباريات كره قدم بدون جمهور وانديه ليس لها جماهير؟ هو صوتي مش واصل له ليه؟ لا واصل بس بيقطع في جمل يعني. هل يجوز الجماهير الجماهير في الكرة المصرية، مش الحالة بتنطبق زي المسرح بالظبط؟ طبعا طبعا. طيب طبعا، برافو عليك، ربنا يخليك. هو انا عايز التأييد ده عشان اكمل بقى مع اخواتي في المصر في الحلقه. انت دوست على الجرح بس كده. اخر سؤال بقى كزملكاوي بقى، لازم تقول كلمه لمحبيك الزملكاويه. والله بص، عايز اقول لك حاجه. احنا الموقف دلوقتي في البطوله العربيه وكاس الملك سليمان يعني المقام في السعوديه، الموقف الزمالك صعب. لعب الماتشين الاولانيين كويس جدا. الزمالك هيفوز على النصر يا عم صالح 2-1 ان شاء الله. يسمع من بقك ربنا. انا في والله العظيم في واحد اهلاوي كده على تويتر حاول يستفزني. قلت له بص انا زملكاوي من ساعه ما وعيت على الدنيا ومش قادر اتكلم لان موقف الزمالك بكره صعب، انما لو غلب النصر انا هرقص لك في تويتر يا عم. ان شاء الله مبارك لك يا عم صلاح بتغريده كده. يا استاذ صلاح، استاذ صلاح الفنان الكبير المحترم، ان شاء الله نبارك لك بكره ونبارك لمصر كلها، لان الزمالك دلوقتي بيلعب باسم مصر. وانا بهنيك النهارده على الجائزه في المسرح القومي، انت ياما اسعدتنا واسعدت المصريين جميعا، وما زلت بتسعدهم وان شاء الله تسعدنا، فاحنا بنهنيك على الجائزه، ودي حاجه قليله على فنان كبير صح بحجم الاستاذ صلاح. فربنا يوفقك في اللي جاي ان شاء الله وتسعدنا اكتر واكتر. محمد رياض كان رائعا. والله يا عبد الناصر، ده انتوا اللي اسعدتوني بكلامكم الحلو دوت. جميل، ربنا يخليك يا عم صلاح. عبد الناصر ربنا يغفر خاطرك. شكرا لوقتك، ربنا يخليك. وعايز اقول حاجه بسرعه بقى يا عبد الناصر. انا طول عمري، وده بيزعل مني بعض الزملكاويه وبعض الاهلاويه كمان، يقعدوا يقولوا لي لا مش من قلبك وبتاع. انا طول عمري لما الاهلي يلاعب اي فريق غير مصري بشجعه جدا وبشجعه من قلبي، مهما كانت الحزازيات والحاجات اللي بتحصل في السوشيال ميديا، واخد بالك؟ وببقى فرحان جدا من اصدقائي الاهلاويه اللي بيعلنوا تشجيعهم للزمالك مثلا في البطوله العربيه القائمه دي. صح. يعني انا قبل ما ابقى زملكاوي انا مصري. صح، مش كده ولا ايه؟ صح. بس الجنسيه في البطاقه يا عبد الناصر، زملكاوي ولا اهلاوي ولا اسماعيلاوي؟ صح. الجنسيه ايه؟ مصري. صح. انا نفسي بقى كل جماهير الكوره يبقوا يعني لما بيلعب بقى في الدوري او كده ماشي،
اي فريق هيلاعب الاهلي هشجعه وعايز الاهلي يخسر عشان الزمالك. صح. ده عادي، ده الطبيعي العادي. انما مع فرق اجنبيه لا، لازم احنا كمصريين. وفرحت قوي لما شفت تيشيرت الزمالك وتيشيرت احمر جنبه في الجمهور في الماتش الاولاني اللي غلبنا فيه 4 اللي هو اتحاد المنستيري. طبعا ماتش الشباب الزمالك كان احسن بكتير بكتير، انما قدر وحظه بقى هو ركله جزاء وهميه ملهاش دعوه باي حاجه. فخسر بقى 3 نقط. بص ان شاء الله الزمالك يغلب بكره ان شاء الله. ان شاء الله يا ربنا يسمع منك يا عبد الناصر يا اخويا. يا رب اشكرك يا عم صلاح. ونغلب كريستيانو وساديو وكل العالميين دول والكم مليار اللي بيلعبوا على الارض دول. ايوه صح. شكرا جزيلا يا عم صلاح. الجنيه المصري يغلب الدولار بكره ان شاء الله. حلو الافيه ده، اختم بيه معاك. ان شاء الله الجنيه يغلب الدولار باذن الله والريال ان شاء الله باذن الله. النجم الكبير وفناننا العظيم صلاح عبد الله، كنت سعيد جدا بوجودك، انا بعتبرها مكالمه تاريخيه ليا على المستوى الشخصي. وكمان عايز اقول للفنان العظيم المحترم الفنان محمد رياض كلام عم صلاح عبد الله، ان عندما يكون هناك مهرجان رئيسه بقيمه محمد رياض وفي الاوبرا المصريه وترعاه وزاره الثقافه المصريه يعني الدوله ومحمد رياض رئيسه، لازم تجد استجابة منهم قيمة من قوانا الناعمة اللي بندعي ربنا ان يديهم قلت العمر. محمد رياض فنان راقي ومحترم ورائع، والنظام اللي انا شفته والشكل اللي فيه المهرجان خلاني فخور رغم ان بتاع رياضة ان عندنا هذا التنظيم الرائع المحترم. وده مش صعب يحصل، ولكن نحسن اختيار من يقود. فعندما جئنا بمحمد رياض كانت النتيجة بهذا الشكل المبدع والرائع اللي أنا بهنيه عليه.